لم يضيع ريمي وقته ولفت انتباه الرئيس إلى أن الأوروغواي هو البلد المناسب لاستضافة مباريات كأس العالم الأولى للفيفا، وافقه الرئيس الرأي وتمكن الفيفا من تحقيق أحلامه بعد 26 سنة. قررت 4 دول أوروبية المشاركة في مباريات كأس العالم الأولى، وأخذت الرحلة إلى الأوروغواي 14 يوما بكاملها. في عام 30 انطلقت مباريات كأس العالم الأولى على المدرج المقوى غير المنجز في مونتي فيديو. حضر الأوروبيون كضيوف شرف، فكانوا السباقين إلى استعراض فرقهم خلال حفل الافتتاح، لكن فرق دول أمريكا الجنوبية سيطرت على اللعبة منذ الركلة الأولى. أثارت المباراة النهائية بين الأرجنتين والأوروغواي مشكلة منذ البداية. أراد كل من الفريقين اللعب بكرته الخاصة، مع أن الفريق الأرجنتيني فاز بالقرعة ولعب بكرته، إلا أنها لم تجلب له الحظ. تمكن كاسترو من تحقيق الفوز للبلد المضيف. كانت الأوروغواي أول بلد يحقق الفوز في مباريات كأس العالم.